هذه إذن المشاهد التي تشاهدونها الآن لاستقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفي هذه اللحظات يتم التقاط الصور مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني كذلك في القصر الرئاسي في بغداد، في القصر الحكومي في بغداد. حرس الشرف استعد، حرس الشرف بكف، السلام الوطني، حرس الشرف سلام خذ. الشرف ركب سلاح، حرس الشرف جنبك سلاح. العميد باسم صادق جعفر آمر حرس الشرف وحدة المراسيم العسكرية، الحرس حاضر التفتيش سيدي.